نشر الفنان أحمد فلوكة صورة سرير على حسابه على انستجرام بتعليق: بسبب الصورة دي قالوا عليا اتجوزت وبقضي شهر العسل، وقبليها قالوا عليا اني اتجوزت عرفي، وقبليها قالوا كلام كتير، بس احب دلوقتي اقول انا ايه الحقيقة. ادعولي اتجوز الانسان اللي قابلتها، والحقيقة هي كانت معايا في نفس المدرسة وعشرة سنين. ومش زي ما قالوا خبير التجميل، هي الحقيقة سيدة أعمال في مجال السياحة وبنت ناس محترمين جدا ومن عيلة، ولأن وزنها يتاقل دهب، والحقيقة علشان أقدر أروح أطلب إيديها وأنول الشرف جوازها محتاج ترتيبات كتير وأحوش كتير، علشان مهرها أكيد مش مهر عادي ولا شبكتها هتكون شبكة عادية. وبما أني مش صغير وعندي ابن، فأكيد هي كمان مش صغيرة وأكيد عندها أولاد من أجمل الأولاد اللي شفتهم في حياتي، فأكيد الجواز محتاج وقت وتحضير، وعلشان أروح لأهلها لا ده لوحده موضوع كبير. فعلشان كده لسه ما اخدتش خطوة صريحة. وقال ايضا: ادعولي علشان ساعات بيكون رزق ربنا لعبده هو واحدة زي دي تشاركوا حياته، اللي مهتمين بجوازي ادعولي ربنا يوفقني. ده ردي على موضوع الجواز. وفي النهاية احب اقول كلمة واحدة بالنسبة لموضوع صورة السرير: سكر محل محطوط عليه كريمة.